تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد مجموعة من الصور التي تظهر مشهدا مثيرا للجدل جمع بين الممثلة لطيفة أحرار والممثل الصاعد هاشم البسطاوي الذي يدخل ضمن فيلم تم بثه بقناة ام بي سي 5 الجديدة. ووفق ناشر الصور فإن الأمر يتعلق بمشهد فاضح جمع بين الممثلة لطيفة أحرار وابن الممثل الراحل محمد البسطاوي موضحين أن مضمون المشهد جد صادم ولا يمكن للأسر المغربية متابعة مثل هذه اللقطات بالشاشات الصغيرة. وطالب نشطاء متفاعلون مع الصور إدارة قنوات ام بي سي بضرورة حذف مثل هذه المشاهد معبرين في الوقت نفسه عن غضبهم ورفضهم الكلي لعرض مثل هذه اللقطات الفاضحة.